جورج كساب انتربرنور بزنس اونر من لبنان بلش وكبر بزنس عمل كتير لحاله في اشياء هو بايونير فيها بالسوق قدر كبر بالسوق حبيت الجورني تبعه له نحن مش متقابلين فيس تو فيس قبلنا بالشوب رجعنا عملنا وان اون وان كول انا وياه لجورج بس اي واز ريلي انسبايرد بالجورني تبعه لك جورج اذا بتحب تخبر عن حالك وعن البزنس تبعك ثانك يو انا اوريجينلي ام كيمست و سبيشلايزد ان بوليمر ساينس ويتش مينز كل شيء ريليتد تو رابر اند بلاستيك مانيفاكتشرينج and I also have knowledge بكل شيء خاصه الريسايكلينج للربر والبلاستيك. البزنس تبعنا هي related to rubber manufacturing mainly كل شيء خاصه heavy duty that caters machines that caters construction and infrastructure and we also deal in the part of recycling the industrial waste اللي بتطلع من عنا and recycling specifically tires that are generated من dumps أو كل شيء خاصه tire changing. جورج بالنسبة لك شو الفريدم as a business owner؟ To be able to run even such a difficult business remotely and مش رح نقول hustle free بس إنه with the minimum hustle possible. Good. قادر توصل لهيدا الشيء حالياً؟ Well, it's the objective and the aim, and we are on the right track. And you are a big help and inspiration. يعني مش بوجهك بس إنه we're benefiting a lot. Thank you, George. لك أنا هون أنا بدي أسألك working on the business. في عنا أربع أهداف اللي هن scaling it, selling it, passing it down, والfreedom. بعدين أنت بلشت بقصة الfreedom. شو هي main priorities بين هؤلاء الأربعة وشو عم تعمل توصل له؟ Tiny priority is to be able to scale it and show the benefits of the modular part منا لهيدا الاندستري لانه it is designed in a very modular way بالطريقه اللي احنا نشتغل so we need to scale everything لنفرجي قد ايه اهميتها وتاني objectives اللي اذا بدك on the long run هو to be able to license this business من بعد ما نكون عملنا لها هالتفاصيل كلها هيدا طيب شو عم تعمل حالياً تقدر توصل لهول الأهداف؟ ليك من بعد الفريدم وركشوب ومن بعد الوان اون وان اللي عملناه وهيك أول شغلة رحنا عليها هي الأوبتمايزيشن تبع المانيفاكتشرينج بروسيس which is يعني بيّنت لنا نحن من بعد التوكس اللي عملناهن إنه it was a glitch إذا بدك بالسيستم عنا بس بلشنا نرتاح من الهيدكس يلي هن موجودين هنيك صار عنا وقت أكتر إنه نركز على السيلز بروسس وكيف نقدر نعمله أوتومايزد إذا بدك يعني نفوت بالأوتوميشن تبع السيلز بروسس لحتى نقدر من ناحية الليد جنريشن عم تكون سريعة بس من ناحية إنه how to retain these leads and transfer them into customers وهالخبريات كلها it is helping a lot. Great. لكن جورج من الفريدم وركشوب شو بعد في اشياء بتتذكرها ان كان activities او strategies وجربتهم او راح تجربهم يمكن well mainly يلي هن القصص مثلا اللي حكينا فيها عن let's say one example كانت انه when something wrong happens and how you work on not only fixing it but on showing everybody how it is done and then to be able للمرة الثانية إنه يحلوا المشكلة بلا ما تكون أنت موجود. إذا بدك إذا عم نحكي the big title باللي it was one of the هيك الأشياء هلا هي يمكن العالم شوفها شغلة صغيرة بس in our department it's something big لأنه كتير في parameters بتتغير عنا. So من وراء هال change of parameters وغير هيك نحنا في كتير variables عنا بتصير in during this process. So بس صار عم ينعمل إذا بدك data collection على هيدي القصص اللي عم بتصير وصارت عم تتابع انحلت كتير أمور خففت حصل كتير وخففت headaches كتير. جورج thank you for your answers. إذا بعد في حدا مثلا عم بيفكر بده يحضر الفريدم وركشوب شو بتقول له why should he join or she joins well because اسم عم يسمى فعلا لانه if you are working eventually to build a business
and after working for like several years on building it and implementing it and testing it وتمشوها, eventually you will need time لحتى ترجعوا تكبروه. And if you will be spending your time بقلب هيدا البزنس micromanaging it in the small details, ما رح تقدروا تكبروه بقى. رح توصلوا عوقت تعملوا بلوك وتفوتوا بستاجنيشن بارت. So I think the freedom workshop هو اللي رح يعطيكم هيدا الكليك لحتى انتم تقدروا تتحرروا من البارت اللي عم ياخد time consuming, عم بيكون لقلكم لتركزوا على الاشياء الاساسية اللي لازم تشتغلوا عليها. Thank you, George. George, أنت آخر شخص راح تكون معنا اليوم بالـ Entrepreneurship Marathon Freedom Edition. راح أترك لك آخر كلمة لألك. Well, أول شيء أعطيك ألف عافية على الشغل اللي عم تعمله. And we are proud to be part of this community. الشغل اللي عم ينعمل والكوميونيكيشن اللي عم بتصير, الطريقه اللي عم بتساعد بعضها هذه الكوميونتي عم بتكون شيء كثير حلو عم يترجم على الارض. ما في حدا عم بيطلب شيء من الثاني الا ما بيتنفذ اوقات فري اوف تشارج, يعني ما هيدا عيب بيحكي عنه قصص الواحد, بس انه they are small things but they are things that are making the difference. وان شاء الله يعني on the long run نقدر نضلنا نستمر نحن وياك, يعني ايدنا بايدك لنقدر نكبرها للكوميونتي لنقدر نوصل, لأنه it is the time now إنه نحنا نشتغل قد ما فينا على هذه الخبرية, و it is the time now على إنه أكثر شيء نقدر نساعد بعضنا بهذه الإيرا اللي نحنا مرئين فيها لنقدر نطلع منها. Thank you لك جورج, أنا بتمنى لك نهار كله طاقة وضلك بهذا البزنس تبعك لأنه بعرف عمل كتير إشياء حلوة. Thank you very much. أعطيك ألف عافية, see you soon. Thank you.